متابعي موقع بصراحه في كل مكان، اهلا بكم في بث مباشر جديد. معكم انا محمد صقر محلل صحفي، جايزين مستمرين معاكم متواصلين معاكم يعني في التو لحظة عن اخر الاخبار والاحداث الفنيه. يعني احنا معاكم اليوم في لايف اخر جديد عن حدث فني، حدث فني يعني اثار محرك البحث جوجل والفيسبوك السوشيال ميديا بصفه عامه خلال الساعات القليله الماضيه، والخاص به نجله الفنانه عبره كامل. يعني اكيد احنا كلنا عارفين الفنانه عبره كامل، الفنانه اللي نالت شهره واسعه رغم من قرارها اعتزال التمثيل وابتعدت عن التمثيل بصوره كبيره جدا، وكل يعني الفنانه الوحيده اللي بيتفق عليها الجميع، بيتفق عليها كل المصريين بصفه عامه، وكمان يعني في المنطقه العربيه وخارج نطاق مصر كله بيقدر وبيحترم الفنانه القديره عبره كامل، اللي حاليا يعني لم تشارك في اي عمل على الصعيد الدرامي والسينمائي. ولكن اليوم وزي ما حضراتكم متابعين معانا خلال عنوان البث مباشر، احنا بنتكلم على نجلة الفنانة عبرة كامل تحديدا، اثارت جدل واسع جدا. يعني صور كانت بمثابة الترند، اكيد يعني الترند اللي بيكون عبر مواقع التواصل الاجتماعي تحديدا الفيسبوك ده اللي حققته نجلة الفنانة عبرة كامل خلال الساعات القليلة الماضية اليوم في عيد ميلادها. يعني هنا نقدر نقول ان نجلة الفنانة عبرة كامل فعلت يعني ما لم تفعله الام خلال سنوات وسنوات، خلال يعني اعوام من مسيرتها الفنيه، سواء كان يعني على الصعيد الدرامي زي ما وضحنا حضراتكم او السينمائي. عمر ما عبره كامل ظهرت بالشكل ده، عبره كامل الفنانه القديره اللي اتفق عليها الجميع، لان اليوم يعني صور مخره، صور يعني لابنتها النجله خلال يوم عيد ميلادها، يعني كانت محط استياء عدد كبير من المتابعين اللي طبعا ما صدقوش ازاي الصور دي تطلع من نجله الفنانه القديره عبره كامل، وهي يعني بزي بادي مكشوف الصدر والبطن. يعني احنا بنحاول نصف لحضراتكم الصور المتداوله اليوم من ابنه الفنانه القديره عبره كامل. وطبعا وبناكد معاكم خلال البث المباشر ان الفنانه القديره احنا بنكن لها كل الاحترام والتقدير، لان اعمالها السينمائيه هي اعمال يعني تستحق مننا فعلا كل الاحترام والتقدير، لم تخلع الحجاب وبتظهر دائما وابدا بالزي المتعارف عليه، ويعني العرف الشرقي والعادات والتقاليد اللي تعرف عليها في يعني الوطن العربي وتحديدا الاراضي المصريه، ده العرف والعادات الشرقيه اللي تعرف عليها يعني من الفنانه عبره كامل في عدد كبير من الاعمال السينمائيه والدراميه. ولكن اليوم الصور دي خليني اوضح لحضراتكم اثارت غضب عدد كبير من المواطنين. وليه يعني اثارت غضب عدد كبير من المواطنين؟ خليني اوضح لحضراتكم، لانها صور تتعرض بنجله الفنانه عبره كامل. يعني لو كانت هي صور بعيده كل البعد عن اسره الفنانه عبره كامل، او هي يعني تمت لاسره اخرى، تمت لفنانه اخرى، كان الوضع هيكون روتيني، الوضع طبيعي، هو النمطي، هو العادي، زي ما بنشوف يعني كالعاده ابناء النجوم والنجمات بزي خارج عن المألوف، لان يعني الكارثه الكبرى اللي اصابت عدد كبير من الجمهور بحاله من الظهور انها يعني نجله الفنانه عبره كامل. يعني اكيد كلنا تابعنا الصور عبر موقع التواصل الاجتماعي تزامنا مع عيد ميلادها زي ما وضحت لحضراتكم، بيعني زي بادي مكشوف الصدر والبطن، وده اللي اثار استياء عدد كبير. يعني طبعا خليني اوضح لحضراتكم ايضا خلال البث المباشر، بما انه هو لايف متعلق بالفنانه عبره كامل، مجمل الاعمال الفنيه اللي طبعا يعني قامت بيها وكانت يعني ادت بالفعل فيها دور بطوله عقب اعتزالها الفنانه عبره كامل. يعني اعمال لا تعد ولا تحصى في السياق السينمائي تحديدا، يعني ليها طبعا مع الفنانه منى زكي فيلم خالتي فرنسا، وليها مع الفنان الراحل القدير عزت ابو عوف
يعني فيرم عودة النادرة، وفي طبعا يعني عدد كبير من الأعمال الدرامية للفنانة عبرة كامل، بخلاف طبعا الأعمال السينمائية. يعني من أبرز الأعمال الدرامية اللي أكيد كلنا بنتابعها حتى اللحظة، يعني مر على العمل ده أعوام وسنين كتير، لأننا في عام 2023 بنتابعه وبنحبه. يعني طبعا مسلسل لن أعيش في جلباب أبي، الفنان القدير الراحل نور الشريف عبد الغفور البرعي، ويعني عبرة كامل اللي كانت يعني ساهمت وكانت متواجدة معاه في هذا العمل الدرامي، وكان ليها طبعا دور مهم جدا. يعني فاطمة كشري من الأدوار العظيمة اللي طبعا أدتها الفنانة عبرة كامل رفقة الفنان الراحل نور الشريف. الصور يعني اليوم كانت بمثابة يعني حاجة من الحزن، انتابت الجمهور الحزن، التساؤلات الكتير، يعني من ابرز التساؤلات ومن ابرز الاستفسارات اللي اتت خلال يعني تعليقات رواد السوشيال ميديا عبر هذه الصور. يعني الصور لا طريق، لا طريق بتاريخ الفنانة عبرة كامل، لأنها يعني صور ابنتها في عيد ميلادها، يعني عيد الميلاد الخاص بيها. خليني برضه اوضح لحضراتكم ان على الجانب الاخر كان في تصريح مهم اليوم من الفنانه منى شلبي بشان عبرة كامل، كانت بتطالب ان حان الاوان، حان الان، حان الوقت لتكريم عبرة كامل خلال مهرجان القاهره السينمائي، واللي مقرر ليه طبعا خلال الايام القليله المقبله. كانت يعني بتناشد يعني نقابه المهن التمثيليه على راسها دكتور اشرف زكي، هو ايضا الفنان المعروف، وهو حاليا نقيب نقابه المهن التمثيليه، باتخاذ يعني اجراء ورده فعل وقرار بشان تكريم الفنانه عبرة كامل خلال مهرجان القاهره السينمائي المقرر له في الايام القليله المقبله، يوم من الايام القليله المقبله. الى ان الفنانه عبرة كامل اعلنت رسميا انها هتعتزل يعني التمثيل، او بالفعل هي اعتزلت التمثيل واكتفت بالاعمال الشيقه، الاعمال طبعا الاخلاقيه، ويعني يجب ان نضع تحت كلمه اخلاقيه 100 خط الاعمال الاخلاقيه طبعا الخاصه بها الفنانه عبرة كامل، هي بالفعل اكتفت بها. ويعني قررت في تصريح صحفي سابق انها لم تشارك ولم يعني تأمل لم تأمل في الظهور مرة أخرى، لم تأمل في الظهور خلال لقاء تلفزيوني أو حتى لقاء صحفي أو عن طريق العودة للسينما مرة أخرى. يعني في سياق متصل شفنا أيضا تصريح مثير من المخرج محمد سامي، وهو أيضا يعني مخرج مسلسل جعفر العمدة بطولة محمد رمضان، المسلسل اللي حقق نجاح واسع ومردود على أوسع مدى خلال أيام شهر رمضان، النسخة الأخيرة من شهر رمضان لعام 2023، مسلسل جعفر العمدة. يعني كان تصريح المخرج محمد سامي بشأن الفنانة عبرة كامل إنه بيأمل في المشاركة في مشاركة الفنانة عبرة كامل في عمل فني، يكون مخرج العمل هو طبعا محمد سامي، ولكن بشروط بقى يعني مختلفة خالص، شروط وفق رؤية محمد سامي انها هتظهر بالطريقة اللي هو حابب ان عبرة كامل تظهر بيها. يبدو يعني ان كان المخرج محمد سامي يرى ان الطابع الخاص والكاركتر الخاص بالفنانة عبرة كامل لم يتوافق معه، لانه يعني قد اعلن صراحة في تصريح مثير ضمن تصريحات نارية مثيرة للمخرج محمد سامي انه حابب ان الفنانه عبرة كامل تشارك معاه في عمل، ولكن هيغير من نمط لبسها، هيغير من الكاركتر الخاص بيها. ولكن هنا ما كانش فيه اي رد يعني من الفنانه عبرة كامل كما اعتدنا، هو يعني الصراع من طرف واحد فقط او تصريحات مثيره من طرف واحد فقط، هو المخرج محمد سامي، لان يعني
لما ترد الفنانة عبرة كامل ليكون يعني هناك حاجة من الحرب بين الطرفين، حرب التصريحات، حرب التصريحات بين الطرفين والهجوم الشرس. يعني طبعا دي كانت تفاصيل جديدة حابين نوضحها لحضراتكم، زي ما عودناكم دايما ان موقع بصراحة الاخباري بيكون متواجد معاكم في الاحداث المهمة، وايضا يعني الاحداث اللي بتثير ترند واسع حتى لو كانت صورة. احنا يعني معاكم خلال البث مباشر بنتكلم على صورة، ولكن مش اي صورة، هي صورة يعني كانت علامة استفهام كبيرة جدا لرواد التواصل الاجتماعي انتشرت اليوم لنجله الفنانه عبره كامل، بنتكلم عليها لانها اصبحت صوره ترند، اصبحت يعني صوره ليها مردود واسع جدا في اذهان وعقول عدد كبير من الجمهور. يعني فانز عبره كامل اللي يعني الصوره بالنسبه لهم كانت يعني كانت موجعه، كانت موجعه ليهم وتاريخ الفنانه، ما كانوش يعتقدوا ابدا ان النجله هتظهر بيعني هذا النمط وهذا الزي تزامنا مع عيد ميلادها اليوم، بي يعني زي او بادي مكشوف الصدر والبطن زي ما وضحت لحضراتكم. ودي كانت يعني ابرز التفاصيل. كان معكم انا محمد صقر، موقع بصراحه الاخباري، دمتم في امان الله وحفظه.